دائما في أجواء الامتحان غادي يوصلوا تلامذة فرصة للنجاح العلميين بحثهم على كل السبل باش يوفروا للعقل أحسن الظروف اللي قدرة تتيح للتلميذ جو كيمكن من إقصاء كاع العوامل اللي من شأنها تعكر التركيز المطلوب في ساعة الامتحان. وهذه هي مهمة الكوتش ناهيد مع تلامذة في حصة الدعم النفسي هذا الأسبوع. ألوغ هاد السيمانة غادي نهضروا على لا ريفيزيون المراجعة. دابا غادي تبداو تدخلوا في الصح لي زيكزامان ما بقى لهم شيء. نعطيكم الميثودولوجي باش تبداو تقراو باش جهد اللي الا كنتو قبل كتراجعوا ويلاه مفاجئ كتوصلوا لواحد النتيجه ديال الريزلت اوبتيموم في واحد 60 ولا 70% اون فوا كومو نقدروا نطلعوا اكثر. الوغ في نظركم شنو هو ليسونس اللي عندنا؟ ليسونس اللي عندنا السمع والبصر والشم واللمس والذوق. اكزاكتو. الوغ اليوم داروا دي ريشيرش ولقاو بما ملي كتكونوا كتراجعوا شي حاجه ولا كديروا شي حاجه شحال ما كديروا ليسونس ديالكم كاملين جمعتوهم كاملين شحال ما لو ريزولطا كيكون احسن. دونك ملي داروا واحد ليتود لقاو الناس اللي كيقراو بحق بسكوتي كومون دي كي بحال دابا قلتي كيقبطوا غير واحد 30% الناس اللي كيشوفوا الكتبه وكيقولوها بالهضره كتقرا بالغوات كتستوعب واحد 40%. الناس اللي كيقراو وكيقولوا كيعاودوا الهضره بالغوات وكيكتبوا داكشي اللي فهموا عندك 70% داكوغ. وملي كتقرا كتشوف وكتقولها بالغوات وكتكتب وكتحس تادير كتكون كونسونطري تقريبا 90%. قالت لنا كيفاش اننا ناخذوا الدروس وكيفاش نلخصوهم وكيفاش يعني شنو هي الطريقه باش نحفظوهم بالزربه. عطاتنا الاوقات ديال الاوقات المناسبه اللي نقدروا نحفظوا فيها ونبريباريو فيها الامتحانات والدروس. عطاتنا المهارات كيفاش نراجعوا في هذه العطله هذه. يعني قالت لنا بانه المراجعه كتكون مزيانه في الصباح يعني ملي غنوض في الصباح بكري ومع الليل يعني ساعتين قبل النوم. كاينه حاجه واحده اخرى اللي كتعاونكم بزاف اذا جيتوا ديروا لا ريفيزيون شنو هي؟ موسيقى. موسيقى باش بلا فيزواليزاسيون داكو. دونك لا اللي غادي يعاونكم هي لا فيزواليزاسيون سادير قبل ما ندير المراجعه نغمض عيني جو بخون دو مينوت ونتخايل لو ريزولتا اللي بغيت نوصل ليه. هذاك الهدف ديالي من هذه المراجعه فين بغيت نوصل؟ بغيت نجيب 20 في الفيزيك، بغيت نعقل، بغيت تكون عندي لا كونسونطراسيون مزيانه، بغيت تكون عندي لا بيرفيكسيون، بغيت نجاوب ما نجاوبش بالزربه حيت غادي نراجع مزيان، بغيت الحاجه اللي عقلت عليها نحطها في الامتحان، لا فيزواليزاسيون. ولا درتوها ليا بالموسيقى عاوتاني سانكور 1000 فوا 1000. داكور؟ الوغ اون فاغ ان بتي تيست مانون، جي دوموندي لا ميزيك غادي نطلب منكم تنوضوا دوبو. علي 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 علي. داكور؟ بالنسبة للتمرين اللي درت مع الكوش كان ديال يعني نطرق الموسيقى قبل ما ننتجهم مباشرة للطاس. عطانا واحد المهارة خاصة يعني قالت لنا ملي تكونوا باغيين تراجعوا شي حاجة يعني تخيلوا راسكم أنكم باغيين تراجعوا ديك الحاجة يعني بصح وخدموا الموسيقى يعني وكونوا أليز يعني شطحوا معها عادي وحاولوا تخيلوا ديك الحاجة اللي باغيين تخيلوا أنكم من المستقبل أنكم شديتوها مزيان وحفظتوها مزيان ديك الطاس اللي باغيين. التمرين جاني مزيان لأنني أول مرة شفت التمرين وغنحاول نطبقه ان شاء الله باش نحصلوا على شي نتائج تكون عاليه ان شاء الله. الضحكه والابتسامه في قلب استعدادات الامتحان الوطني هدف نفسي مهم من شأنه تخفيف درجه الضغط على عقول التلامذ اللي غادي يعملوا على تطبيق التمارين اللي طلبت منهم ناهيد باش يطوروا قدراتهم في الحفظ والتركيز خاصه وان التمرين كان صعيب بحضور الكاميرا. بالنسبه للتمرين ديال اليوم يعني ديال الشطح يعني واخا كتخرجوا شويه امام الكاميرا ملي تكون في الدار كتكون اليز كثر غتطلق مزيكا غتشطح بوحدك ما كانش اللي غادي يشوفك بينك وبين عائلتك وهذا ماشي بحال الكاميرا والدراري دايرين وهذا. حسيت بكم حيت كاينه لا كاميرا شويه هكا لو بلوز امبورطون بغيت انا نفهمكم لوبجي ديال ليكزيرسيس داكور. دابا حيت كاينه لا كاميرا ما كاين باس نقدروا نفهموا بما ما قدرتوش تطلقوا داكشي. لو بلوز امبورطون هاد ليكزيرسيس غادي ديروه قبل ما تمشيو صديق في الدار ملي تكونوا قبل ما تبداو المراجعه خذوا اون شونسون اللي عزيزه عليكم طرقوا البيبان والشراج مجهد اللي ما يشوفكم حتى واحد تلقوا لي الموسيقى افو نقزوا شطحوا حركوا يداتكم يفودغي كو لو ريتم ديالكم يتبدل لو ريتم كاردياك يتبدل لا ريسبيراسيون تبدل داكور. الوغ ا لا سيمين بروشين اي جو فو دي فيدباك جو فو دي ريزولتا السيمانه الجايه بغيت كلشي يكون فريمون دار ليكزارسيس سينو ما تحضروش ليا لا سيونس داكور.
يلا بون سيمين.